ولمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن ينضم إلينا الزميل أحمد الطهري من هناك. أحمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ رامي. مساء الخير عليك وعلى كل مستمعي راديو 99. صباح الخير وزي واشنطن. اهلا بحضرتك يا احمد، وحدثنا عن مجمل لقاءات الرئيس اليوم المتوقع ان تكون، وعلى راسها بالتاكيد القمه المصريه الامريكيه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب. تمام، زي ما انت تفضلت يا رامي، يعتبر هذا الحدث الاهم ليس فقط على مستوى العلاقات المصريه الأمريكية، ولكن يعتبر الحدث السياسي الأهم أو من أهم الأحداث السياسية على مستوى العالم، والخبر الأول فيما يخص منطقة الشرق الأوسط، القمة المصرية الأمريكية المرتقبة، أول قمة مصرية أمريكية منذ تغير الوضع في مصر بعد ثورة 25 يناير. قمة ترقبها الدوائر السياسية في كل من القاهرة وواشنطن للتأسيس لبناء علاقات جديدة. بالأمس زي ما انت تفضلت الرئيس كان عنده عدد من الاجتماعات والأنشطة. بالأمس كان لي فرصة حضور لقاء السيد الرئيس مع أبناء الجالية المصرية بواشنطن الذي استمر حوالي ساعة ونصف، تحدث خلالها السيد الرئيس عن كون صورة بانورامية عن الوضع العام بالنسبة لمصر، أين كانت، أين تقف، وإلى أين ستمضي، لطمأنة أبناء مصر في المحضر. نقاط محددة تحدث فيها السيد الرئيس بالأمس بالنسبة للفارق ما بين رؤية الوضع العام ما بين الفرد وما بين الدولة، استراتيجية الدولة المصرية كيف تمضي. وفي المقابل استمع السيد الرئيس إلى مقترحات أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، يمكن إحنا كنا نوهنا في 90 أن من الملفت تنوعهم، وده ظهر بالأمس في الجلسة. يمكن حد من المستمعين يعني يقول دلوقتي إيه قيمة تنوعهم أو الكلام ده كله، كان معتاد وتحديدا في الولايات المتحدة أن كل ما يخص الجالية المصرية مجموعة من الأشخاص بأعينهم يحضرون مثل هذه اللقاءات. هذا الكلام تم ترسيخه على مدار السنوات. بالأمس ظهر أن هناك مجهود حقيقي في الإعداد لهذا اللقاء. رأينا شاب مصري يعني متوقع أن يكون هو أول سيناتور في الكونغرس من أصل مصري. رأينا خبراء في التربية والتعليم، رأينا جراحين على أعلى مستوى، رأينا رجال أعمال، رأينا خبراء في مجال التكنولوجيا. الحضور كان معظمه من الشباب. رأينا تفاعل فيما يخص القضاء في مصر، وحتى فيما يخص ما يتم تنظيمه في مصر من أحداث زي مؤتمر الشباب ورغبة البعض في المشاركة فيه. دي كانت الحالة العامة بالأمس، طبعا ده بخلاف اللقاءات الاقتصادية اللي عقدها الرئيس بالأمس مع رئيس البنك الدولي، مع رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة لوكيد مارتن. النهاردة القمة المصرية الأمريكية، القمة المصرية الأمريكية هتبدأ النهاردة. يمكن الرئيس يتواجد في البيت الأبيض إن شاء الله الساعة 12 بتوقيت واشنطن، يعني الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هيذهب هناك، المباحثات هتتم في قاعة روزفلت التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هيقع الرئيس في سجل كبار زوار البيت الأبيض، ومتوقع أن يقيم الرئيس الأمريكي مأدبة غداء للرئيس المصري والوفد المرافق له. أجندة المباحثات، أجندة المباحثات مليئة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، القضايا الفلسطينية ومكافحة الإرهاب يتصدران جدول المباحثات. على المستوى الثنائي عدد كبير من القضايا، الملفات الاقتصادية، ملفات تتعلق بالتعاون المشترك، التعاون العسكري المشترك، اللي يعتبر العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية حجر الزاوية في هذه العلاقة، اللي يمكن حمى العلاقة دي في فترة الاضطراب وفترة الرئيس السابق أوباما. تمام. بعد ذلك الرئيس هيبقى عنده لقاء مهم جدا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الساعة 3.
هذا من جهة. من جهة أخرى خليني أذيعك يعني خبر أنه بات في حكم المؤكد عقد قمة مصرية أردنية غدا الثلاثاء في واشنطن في مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة الملك عبد الله العاهل الأردني فور وصوله إلى واشنطن. ده يؤشر إلى إيه؟ ده يؤشر اللي كنا بنقوله بالأمس كرامي، إن هناك عمل عربي ما يتم ترتيبه في اتجاه إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وإن مصر لاعبا رئيسيا بشكل فعال في هذا العمل الذي يتم. تفضل. أخيرا زميلي أحمد، برؤيتك التحليلية وأنت ويعني متعمق في الشؤون الدولية والعلاقات الدولية، خليني أسألك كيف تبلور القاهرة خريطة التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإدارة الجديدة؟ يعني واضح أن هناك مجموعة من الثوابت، هذه الثوابت واضحة أنها واحد استقلال القرار الوطني، هذا هو المبدأ العام. المبدأ الثاني أن المصالح هي الحاكمة لكلا الطرفين. رقم ثلاثة أن علاقات مصر منفتحة مع كل القوى الدولية ولا مجال للاقتراب من طرف على حساب طرف آخر. مصر منفتحة على الولايات المتحدة، مصر تقوم بشراكة استراتيجية مع الصين، مصر لديها أكبر قدر من العلاقات المتميزة مع روسيا، وهذه هي مصر الجديدة، وهذه هي السياسة الخارجية الجديدة لمصر. زميلي أحمد الطهري موفد الراديو 9090 والإذاعي بالراديو 9090، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، وحنستمر على تواصل لمعرفة كل ما يستجد في أعقاب القمة المصرية الأمريكية الأولى منذ سنوات، من 8 سنوات تقريبا يا أحمد أول زيارة للرئيس مصري. 2009 آخر لقاء. بالفعل. بشكرك زميلي أحمد الطهري من واشنطن، كنت معنا.